حبوبتي جات تبكي معي، خالتي توفى ربنا يرحمها، جات تبكي معي قال لي يا يونس تعال نبكي معك حليل. والله انا بقيت اضحك، انا ماشي على وضعي وعملت فيها طبعا باك. يا يونس تعال نبكي معك، ان شافتك ما بقيت والله بتبكي عشان انت ما بقيت. انا بديك نموذج عن البكا، البكا في السودان وخاصه عن النسوان. في حاجه بنات عاديات زي كده، بنات عاديات، في بنات حناكيش بيبكم في البكا حناكيش، في خالات، خالات طبعا الخاله من الأربعين واللي فوق ده في الزمخشري. في الحبوبات، اول حاجه البنات العاديات بيبكم في البكا عادي، بيبكم عادي يا بولا ما تدوقها في البيت. البنات الحناكيش، البنات الحناكيش اللي بيبكم يعني كده من جوه تحسبها كده ولا بتبكي اصلا هي. يعني انا كل زاد اي حركات المرحوم زاد وكان سمع والله انا خايف اقول حي انا يعني ثاني نوم راجع اي مو راجع دي 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 دي, دي الحراكيش وبعدين بردح يعني يا ما تشرب البيبسي الخاله طبعا غافله شعريه عباره عن غافله شعريه يحللوا ايوه خطر طرحه دي كده يطلع على الاثنين بعد يحز المريض يعني ما بيجي راجع ثاني يمدي يحللوا الرباي القراي يا توب غطان البرجانة يا شبعنا وروانا الجوعجانة يا طلطحان الحرجان يا حليل قلب العشينه تلقانا نايمين دغتينا وتجي مدلي فينا زي جونسين يعني اللي ما حافظ لو ما حافظ غافل شعري ما تقدر تبكي معاه ايوه في يمده بعدين عندها طبه من هنا مرات تبكي عشان طقتها دي مرات بيجرك من هنا السواي يا البطاقه اللي طلع يقول ويقوم ميت بانيميا ميت بانيميا حبوبتي يا تبكي معي خالتي توفى ربنا يرحمها يا تبكي معي قال لي يا يونس تعال نبكي معك حليل والله انا بقيت اضحك انا ماشي على وضعي وعملت فيها طبعا باك يا يونس تعال نبكي معك وجاجر طبعا تبكي معي الحبوبات دي بيبقى من جوا كده من جوا تحس على البكا ده من جوا بعدين ما منضبطات في البكا بيبقى بدون دموع بدون دموع اسيد بيبقى من صح والله لاحظت ما بدون دموع عاني ديك بقت بدون دموع يا عيبي بيعلق انا مالهم ميلادهم زي كده الحبوبات تلقاها مشلخه وبتمشي لسه ايوه بالله الحبوبه الهيبه دي الله بقوتها هاي بقوتها بتمشي بعدين ما منضبطه تبقى زي سيو سيو هاي 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 ولا دمعه